السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير بحول الله ان شاء الله. اليوم جبت لكم تحليه جد رائعه وراقيه كالعاده، ان شاء الله تجيكم سهله وتقدموها لحبابكم ان شاء الله والعائله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتروحكم بحول الله. نخليكم مع الصور ونبداو ان شاء الله من بعد الصور المقادير وتحضير هاد التحليه هذه بالشوكولا. دوزو ان شاء الله. كاين كاس كبير ديال الحليب كبير ديال العصير، وكاس ديال الماء، وكاس ديال الدقيق، وكاس ديال سنيده كاكاو، جوج المعالق وبيضه، ومعلقه صغيره القهوه سريعه الذوبان. ومن بعد ذلك كاين البسكوي، هذاك حتى المرحله الثالثه ان شاء الله ونحضروه معكم. كاين كاس الماء والبسكوي والزبده، اي بسكوي نتوما بغيتوه. كناخذ اون بول كنحط فيها جوج المعالق كبار ديال الكاكاو، معلقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان، اي قهوه نتوما اللي تسرق لكم، المهم تكون سريعه الذوبان. كاس ديال الدقيق فورس المغربي المسبق، كاس ديال سنيده، هذا بكاس ديال العنبه واللي عبرت به الدقيق فورس وعبرت به سنيده. نحاول نمزج النواشف هكا شوية، نخلطهم باش يتمزج ان شاء الله الخليط، وندوزو ان شاء الله قليل من الحليب باش نحاول نطربو بشويه بشويه، وشويه من الماء، كاس كبير ديال العصير، من كاس كبير ديال العصير هو اللي غتعبروا به الحليب والماء. وغنضيف بيضه كامله مع التحرك مزيان. علاش درت شويه هكا من الماء ومن الحليب؟ باش ما تكونش الدقيق وداك الشيء ما يطيرش على الجوانب. ومن بعد غادي نضيفهم كاملين. دابا غنضيف الحليب وما تبقى من الماء، عبر واحد كاس كبير كاس كبير، نمزجهم مزيان ونديرهم في طنجره ان شاء الله. نخلط مزيان، نحاولوا شويه نغيروا هكا في التحليات، الانسان يغير شويه. هكا الانسان يفرح الاحباب ديالو والعائله. من بعد غادي ناخذ طنجره ونصب فيها هذا الخليط هذا اللي مزجته من قبل، ونديرو على فوق النار، فوق النار، وانا نحاول نقرب مزيان باش يبقاوش ليا دوك الحبيبات ديال الدقيق وديال النشا كذلك اللي كيبدا يتقال هكا. تركوا غير بشويه بشويه حتى يقعد ان شاء الله. اي حاجه كتبغي الخاطر. سيرتو هاد التحليه ديال الشوكولا ميمكنش الدراري الصغار ولا الكبار غادي يطلبوها لكم دائما. اغلبيه كاين عشاق ديال الشوكولا. كما موضحه لكم في الصوره بدات كتقال، الخليط بدا كيتقال على حيطه من فوق النار كما شفتوا هكا كيبانت لكم ثقيله. غادي نضيف عليها دابا الزبده، معلقه كبيره تكون عامره مزيان، ونحاول نحرك. وكاين الشوكولا 100 غرام ديال الشوكولاته، 100 غرام الشوكولاته تكون نوعيه جيده، تكون نسبه الكاكاو فيها كثير. كاين الشوكولا المربعات، تكون هادو اللي كاين هاد النوعيه ديال الشوكولا اللي ضفت انايا. المهم 100 غرام ديال الشوكولا تكون نوعيه جيده. ومن بعد خدت طرب كهربائي وطربتهم مزيان،
منها كنطربو منها باش نبرد هذاك هاد الكريمه هذه. وغادي ناخذ نضيف عليها كاس ديال الماء صغير من بعد تطراب هادو بيا الزبده مزيان. قربوها مزيان تاخذ حقها في التراب، تحسوا بالزبده بان دابت هي والشوكولا. كما قلت لكم من قبل رانا ضفت كاس الماء صغير، كناخد قوالب فرديه تنحاول نصب النص ديال المقدار ديال ما كنعمرش الكاس لان غندير فيه قطعه من البسكويت. كما شفتوا كندير غير النص ديال الكاس اللي غادي او الكؤوس اللي غادي نحط فيهم هاد التحليه هذه، ما كنعمرهمش كاملين كندير غير النص ديال المقدار. وانتم غتشوفوني اش غادي نضيف. ما تنساوش كاس الماء صغير راه انا ضفته ملي كنت كنطرب الشوكولا والزبده، كاس الماء صغير او نص كاس ديال العنبه ما بارد من روبيني او من الصنبور كتضيفوا على الخليط ملي كنت كنطرب بالطرب الكهربائي. عاد ملأت نصف ديال الكؤوس وضعت قطعة من البسكوي، ديرو نتوما البسكوي نتوما اللي موجود عندكم ماشي بالضرورة هاد النوعية، أي بسكوي يا دار يا مستطيل يا مربع على حسب الموجود. كنضيف عاوتاني كنصب عاوتاني من كريمة الشوكولا والكاكاو باش كنغطي داك البسكوي، فكنكملهم كاملين ونضعهم في الثلاجة وكيبقى التزيين حتى النهائي إن شاء الله. خليكم دابا مع الصور كيفاش غادي نكمل الكؤوس كاملين. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد التحليه هادي وتجربوها ان شاء الله. الانسان يحاول يغير شويه، تقدموها هكا للسحور وفي رمضان المبارك كتجي تحليه للسحور جد رائعه هاد الشهر الفضيل. ان شاء الله تعجبكم هاد التحليه هادي، حاول الانسان يغير شويه من المألوف. رمضان كريم، يدخل لكم بالصحه والسلامه ان شاء الله، كل واحد باش كيتمنى ان شاء الله في خاطره يا رب. هاد الكميه راه كتخرج كؤوس كثار كما شفتوا، هذا راه 8 ديال الكؤوس كما موضحه لكم في الصوره. تبارك الله كتعطي هاد التحليه هادي. ومن بعد غندخلهم الثلاجه ومن بعد اللي غيخرجوا غادي نزينهم ان شاء الله، نتوما غتشوفوا التزيين النهائي بحول الله. من بعد ما خرجوا من الثلاجه دابا غادي التزيين ان شاء الله، كل واحد على حسب الطوق ديالو. انا وضعت الشوكولا البيضاء، كنت حكيتها ما كانش عندي موفر، انا حكيت الشوكولا البيضاء درتها في الجوانب، سنحاول ندير غير الجوانب. وفي الوسط غادي نوضع قطع من واحد الكوفري ديال فيه الشوكولا ولي نوازيت اللي موجود عندي صوبت به قطع هم موضحه لكم هكا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد التحليه هذه. وكالعاده اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على اهل سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. الى وصفه جديده ان شاء الله في هذا الشهر الكريم يا رب.